ابتدت تصرخ فتوجه لها ودبحها هي كمان. تم القبض عليه المهم الحمد لله واعترف بقيامه بالجريمة البشعة دي. هو في كده في العالم؟ مأساة، مأساة كبيرة يعني، حدش شيء رهيب ما كانش حد يعني متخيل يعني. مأساة، تعزينا لأسرة الراحلين الطفلين، ويعني ده حاجة صعبة جدا، ربنا يستر على البلد دي والله. قضية بقى الحقيقة يعني مهنية خاصة بالصحفيين، الصحفيين بيتصرف لهم بدل شهري كده من المجلس الأعلى للصحافة بدل